سفير النوايا الحسنة للسلام، النجم الشاب المتألق دائما أحمد شاكر عبد اللطيف، بقول لك مليون مبروك على اللقب. الله يبارك فيك، وشرف كبير جدا ليا ومتشكر ليك جدا. إحساسك بقى باللقب الجديد ده إيه؟ اللي طبعا بتضيفه لمجموعة الألقاب الكتير اللي خدتها قبل كده. يعني الحمد لله طبعا حاجة تشرف، وأنا فرحان جدا بهذا التكريم وهذا التكليف، لأن كلمة كبيرة قوي سفير نوايا الحسنة للسلام، وأنا يعني شايف أن دي أكتر حاجة منطقتنا العربية محتاجاها النهاردة، السلام. فكرة أن احنا نرجع نعيش زي ما كنا، ترجع تاني الأوطان تلتئم، ترجع تاني روح المودة والحب المعروفة بيننا كعرب تسود، فدي معاني مهمة جدا. ويمكن يعني جزء من الاختيار ان الفنان دايما بيقدم هذه القيمة، ويشغله جدا دايما فكرة ان يكون في سلام بين الشعوب، يكون في محبة، ويكون في ود، وان تنتهي الحروب، لان الفن دايما بيبقى ضد الارهاب بشكل عام. صحيح. يعني مجموعة الاعمال الجميلة اللي عملتها كلها كانت تنويرية، تثقيفية، بتنور عقول المشاهدين، نقدر نقول انها بتدعم فكرة السلام كمان الاجتماعي، السلام انه الانسان يكون متصالح مع نفسه قبل ما يتصالح مع غيره من البشر، مش كده؟ انا بحترم جدا الكلام اللي انت بتقوله. الفن فعلا احد ادواره انه بيشيع روح السلام الاجتماعي. هو ما بيقدمش مجتمع مثالي، ولكن هو بيقدم لون من الالوان، من الالوان النشاط الانساني، عشان الناس توصل فعلا لفكره السلام او التصالح مع الاخر او القبول للاخر. ومش بس السلام، كمان فكره البناء، يعني ازاي يبقى في مجتمع بيفكر في بكره وعنده اهداف وتارجتس عايز يوصل لها وبيشتغل على هذه الاهداف. فدي معاني مهمه جدا. بعد اذنك يعني لازم برضو هنا نحط كلمه بين قوسين، انه الفن انتقاء، الفنان بينتقي الادوار والشخصيات اللي بيجسدها، لانه للاسف الفتره الاخيره شفنا نماذج سيئه جدا بتطل علينا من الشاشه. انت فنان ما شاء الله، يعني كل الادوار اللي قدمتها بتعتبر قدوه للشباب، فتقولي عن ده؟ اقول ان في عصور الفوضى دايما بيسود الشيء السلبي. فرصه لكل انسان يعني موهبته محدوده، فرصه لكل انسان قيمه محدوده. صحيح. لما بيبقى في فوضى بتتاح له فرصه انه يعبر عن اللي جواه ويقول اللي هو عايزه، وللاسف ده بيزيد اهتراء المجتمع وبيزيد تفسخ المجتمع، وبيعمل شكل من اشكال اللي يعني عايز اقول الغل والحقد المجتمعي بين الناس وبين الطوائف وبين الاشخاص. فانا عايز اقول ان الفن ده شيء خطير جدا، هو سلاح، يا اما تبني بيه مجتمع، يا اما تحقق بيه سلام اجتماعي، يا اما تخلي الناس تحب حياتها وتحب تاريخها وتحب بكره، يا اما تعمل العكس تماما، وده متاح وسهل، وللاسف في ناس اللي بتصرف على ده. فيعني نتمنى بجد ان اختيارات الفنانين، انا طبعا يعني مش ضد كل ما يقدم، بالعكس في اعمال جيده ومحاولات رائعه وشباب مستواهم حلو جدا بيدوروا على حاجات ليها معنى، ولكن في سمه غالبه كده بحسها لما الجمهور يقابلني يقول لي يا ريت نرجع للاعمال الحلوه اللي احنا كنا بنعملها، وايه اللي احنا بنشوفه ده، والناس دي عايزه توصلنا لايه. يعني الجمهور نفسه هو اللي عايز يرجع للنماذج الايجابيه اللي كانت بتتقدم. اكيد، لان الجمهور ده اب وابن وزوج وزوجه واولاد وجده وعمه. ف يعني بدون ان انت تخلق يعني كيان فني بيدعم قيم المجتمع، بيدعم قيم التسامح والموده والحب، وبيدي صوره ايجابيه عن هذه المجتمعات فتزدهر فيها السياحه، يزدهر فيها الاقتصاد، اعتقد ان احنا نبقى بنعمل مشكله. فده مطلب طبعا جماهيري، مفيش كلام. اكيد. خلينا نتكلم بشكل محدد عن شخصيه ايجابيه جدا قدمتها لكل الجمهور، وهي شخصيه فريد الاطرش في مسلسل اسمهان. بعتقد ان ما حدش قدم الشخصيه دي بالبراعه وبالعمق اللي انت قدمته. يعني كان شرف كبير جدا ليا، وكان تحدي ومسلسل كبير قوي قوي، في يعني عايز اقول موهوبين على اعلى درجه على مستوى الوطن العربي، سواء في الاخراج او في التمثيل او في التصوير او في التاليف او في الانتاج. فانا يعني شرف كبير جدا ليا ان انا اشارك في العمل ده، والحمد لله اديت شخصيه الناس لما بتفتكر العمل ده بتفتكره بيها. صحيح. يعني هو كان لازم يكون اسمهان وفريد الاطرش، مش اسمهان بس. هو بيحصل في وجدان الجمهور، ودي حاجه جميله جدا. يعني احنا قدمنا شخصيتين محبوبين جدا، اسمهان وفريد، عند الجمهور العربي، وليهم تاريخ كبير ورصيد من الحب، والناس حافظاهم وعارفاهم. فكان تحدي كبير جدا ان انا اقدم شخصيه فريد الاطرش، واعتبرت ان الراجل ده ما خدش حقه كفايه، وان انا عندي بقى الفرصه ان انا اسلط الضوء عليه.
وشغلني قوي هو تركيبته كبني آدم، لأن لما قريت عنه اكتشفت أنه إنسان جميل جدا، إنسان فيه قيم عروبية رائعة، إنسان عمل فن أثر فينا لحد النهاردة، حد عنده طاقة تفاؤل غير عادية، يعني بيشاع تفاؤل كده. فحسيت أن الراجل ده فعلا يستحق أن الواحد يركز معاه، والحمد لله طلعت العمل يعني باجتهاد، وكانت النتيجة يعني أكتر من رائعة الحمد لله بالنسبة لي، يعني الحمد لله. أكيد. لو قلت لك أثناء القراءة كده 1 2 3 3 حاجات ركزت عليهم قوي في الشخصية من خلال قراءاتك عن فريد الأطرش؟ ركزت على طيبة فريد الأطرش، وعلى ولعه للعمل في الفن وجنانه بالمزيكا، وركزت على إنسانياته، لأن الفنان دايما هو يعني حزمة وكتلة كده من المشاعر والأحاسيس والأخلاق. أنا ما أعتقدش أن في فنان من غير أخلاق. يكفي النهاردة أن في قمم كبيرة جدا لما الناس بتتكلم عنهم وتذكر تاريخهم يكتشف أنهم حاجات سلبية كتير، فده أكيد ده بينال من الفنان. فريد ما كانش عنده الحمد لله الحاجات دي، كان بيحب كل الناس، كان طيب لدرجة السذاجة أحيانا، عنده طاقة حب وطاقة إيجابية وطاقة تفاؤل كبيرة جدا. فركزت على الثلاث ملامح دول، وعلى مستوى الشكل طبعا البادي لانجويج، طريقة الكلام. صحيح. نعم، انت كنت عبقري الحقيقة في تجسيدك للتكات بتاعته وطريقته في الكلام، يعني كان ما شاء الله. يعني الحمد لله أنا عندي قدرة على تقمص الشخصيات اللي الناس عارفاها والحاجات الصعبة وكده، بس طبعا ده بيحتاج جهد كبير وبيحتاج شغل وبيحتاج تركيز. يعني شفت أفلام وقعدت اشتغلت عليها كتير لحد بقى الحمد لله ما قدرت، يعني مش أقدم فريد اللي الناس شافته في الأفلام، لا، أقدم فريد اللي أنا استنبطته من خلال رؤيتي لي في الأفلام، الشخصية دي في الحقيقة عاملة إزاي. التشابه بقى بين في الشكل بينك وبينه يعني ساعدك شوية، ريحك شوية في الأداء؟ أنا ما كنت شايف أي شبه، بس أنت لما بتعيش. أنا شايف فريد الأطرش قدامي دلوقتي وأنت بتتكلم. ده الحمد لله دليل الحمد لله يعني نجاح طبعاً. وأنا عايز أقول إن هو يعني لو في حاجة بتجمعني بيه فعلا أنا بحب الفن جدا، يعني دي الصفة المشتركة ما بيننا، والواحد شايف إن الفن ده يعني تقدر تقدم بيه مجموعة من أو حزمة من المعاني والأحاسيس ومن المشاعر والأخلاق. ودي كلمة يمكن أنا دي الجملة الوحيدة اللي ضفتها في السيناريو باستئذان المخرج والمؤلف، إن كان في حوار بينه وبين أسمهان وفؤاد، فبيقول لهم الفنان في العصر اللي احنا فيه، يعني فؤاد مستنكر طبعا هيشتغل أخوه مغني زي ما أخته غنت، فبيرد فريد يقول له، ودي جملة أنا يمكن ضفت فيها، فبيقول له الفنان في العصر اللي احنا فيه ده يقدر يجمع أهل العروبة على معاني راقية، ويقدر كمان يقاتل بفنه زي ما الجندي في الميدان بيقاتل بسلاحه بالظبط. فدي أنا اعتبرتها مفتاح شخصيته، وبانت بعد كده في أوبريتاته وفي شغله، وليه علاقة بالتكريم النهاردة اللي احنا جايين له. فأعتقد أن الفنان ما فيش شك يعني لازم يبقى له دور مجتمعي، ولازم يأثر تأثير إيجابي في الناس اللي حواليه. طيب لو سألتك عن الحاجات اللي قريتها عن فريد الأطرش من خلال قراءاتك، وكنت تتمنى أن هي تبقى موجودة في المسلسل لكن للأسف ما كانتش موجودة؟ حياة فريد كلها، يعني المسلسل بيخلص مع وفاة أسمهان. فريد الأطرش اللي احنا نعرفه ده بقى يتعلق من بعد الوفاة بالضبط، يعني كل أعمال فريد، كل ألحانه، كل أفلامه، كل نجاحاته جات بعد وفاة أسمهان، فده ما ظهرش في المسلسل. ومع ذلك عايز أقول يعني الناس يعني فرحت قوي باللي أنا قدمته في الفترة الصغيرة من عمر فريد، وأعتقد أن فريد يستحق يتعمل له أعمال كتير عنه، يعني ده شيء مهم. أكيد. ممكن يعني دي تبقى دعوة للمنتج فراس إبراهيم، منتج المسلسل، وهو أيضا أحد أبطاله، كان بيجسد شخصية الشقيق طبعا الثالث، أنه يكون في عمل مستقل بقى لفريد الأطرش يتناول بقى كل حياته وكل تفاصيل حياته الشخصية والفنية. ليه لا؟ يعني في اتعمل أكتر من عمل عن أم كلثوم، أكتر من عمل عن عبد الناصر. لا، وأسمهان ما يعتبرش يعني مركز، يعني ما شفناش في فريد الأطرش زي ما وضحت، ما شبعناش منه. صح صح. فليه لا؟ يعني والله ده حاجة كويسة، وأنا بعد كده يعني حتى شغلتني مسألة السيرة الذاتية، أن الواحد يقدم قدوة، سواء قدوة فنية أو قدوة علمية أو قدوة سياسية. عملت ده في مصطفى مشرف عالم الذرة، وكان ليا شرف يعني تكريم من الدكتور أحمد زويل شخصيا، ده يعني حاجة يعني فرحتني جدا، وسبقة يعني إن عالم بحجم الدكتور أحمد زويل يكرم يعني ممثل مصري. فأنا شايف أنه لا، ده الشخصيات دي مهم جدا أنها تقدم، مهم أن احنا نتعلم منها. صحيح. المسلسل زي ما قلت خد الجزء الأولاني، ايه بقى الحاجة اللي انت من خلال السيناريو اكتشفتها عن فريد الأطرش في المرحلة دي؟
لا كان بصراحه كلها مفاجآت بالنسبه لي يعني. الحياه الصعبه اللي هم عاشوها، المعاناه فعلا، يقول لك المعاناه بتصنع الفنان، دي حقيقه يعني. هم جم برغم ان الاصل الجميل من عيله الاطراش، بس لما جم مصر هنا تقريبا صرفوا كتير قوي وعدت عليهم ايام صعبه، وكان عليهم ان هم يثبتوا نفسهم في هذا المجتمع من خلال مجهودهم، من خلال كفاحهم، زائد ان الفن كمان ما فيهوش وساطه. ففريد عايز اقول صنع نفسه بنفسه هو واسمهان، يعني عجبني قوي قوي رحله الكفاح بتاعتهم. فكره انه متجوز يعني بتعلق عليها ازاي؟ فنانين كتير بقى يعني حتى انا كمان لسه شباب. هو انا عايز اقول يعني الفن بياخد الناس جدا يعني، دي كلمه احنا كنا بنسمعها من الفنان بيتجوز فنه. من الاجيال اللي قبلينا كان يقول لك لازم تاخد بالك جدا من حياتك الاجتماعيه، لان الفن بيلتهم الحياه الاجتماعيه. وفعلا مع الوقت لما بيعدي واحد بيحس ان انت بتطلع من عمل تخش عمل، لازم بيبقى عندك وقت بقى تاخد كده ايه بريك وتقول انا رايح فين. طيب واحنا بنحتفي بذكرى فريد الاطرش، تقول ايه بقى عنه او تقول له ايه يعني؟ هسيب لك الكلمه. اقول له ربنا يرحمك، انت فنان رائع وانسان اروع، مصر كلها بتحبك، الوطن العربي كله بيحبك. انا اتشرفت ان انا اقدم شخصيتك وكان وشك حلو عليا، الناس حبتني من خلال دور انا بتكلم فيه عنك، وبقول لك انت متعتنا انا كمواطن بقى على مستوى الوطن العربي كله بالحان خالده مليانه طاقه ايجابيه، مليانه حب، مليانه ود، سيرتك جميلة، الناس كلها بتحبك. فبقول له ربنا يرحمك وانت خالد في وجدان الوطن العربي. الأغنية اللي على طول بتدندنها بقى فريد الأطرش ده كله بقى يعني. أنا عجبني كل حاجته، إن فريد زي ما انت كنت لسه بتسألني على حكاية الكتب اللي أنا قريتها، يعني قريت كتب كتير جدا عن فريد، في كتب كمان، في كتاب الحقيقة قريته كان بيتكلم عنه محمد عبد الوهاب، بيتكلم عنه بليخ حمدي، بيتكلم عنه شهادات يعني شخصيات عصرته بعد ما مات، اتعمل عنه كتاب، خده من كل واحد منهم شهادة حوالي مثلا ايه 3 صفحات 4 صفحات. لا ده كان الراجل ده كان يعني فعلا يعني كسب احترام كل المعاصرين، حتى كل الأساتذة اللي كانوا معاه. يعني لما عبد الوهاب يقول لك فريد ده إبداعه يعني بتعبير كده، عايزين زي النهارده ما بنقول كده اوت اوف ذا بوكس، يعني غير متوقع، ما هوش معروف، خارج الصندوق، خارج الصندوق. طاقة الإيجابية اللي في أغانيه، مهما يكون الواحد متضايق لو سمع أغنية لفريد موده. الربيع طبعا مربوط بفريد، ما ينفعش ربيع يجي من غير ما نفتكر فريد. فلا طبعا كل حاجته حلوة. النجم الجميل أحمد شاكر عبد اللطيف، طبعا ببارك لك مرة تانية على لقب سفير النوايا الحسنة في السلام، ودايما متألق ودايما قدوة لكل الشباب والمشاهدين. أشكرك جدا وسعيد أنا كنت معك النهاردة. شكرا.